السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم محاضرتنا الشق الثاني من الجريان خلال التربة، اللي هو يمثل Two Dimensional Fluid Flow، الجريان باتجاهين خلال مقطع التربة. طبعا المسائل اللي يكون بها Two Dimensional Fluids Flow، أكثر البروبلمز اللي نواجهها من يكون عندي جريان باتجاهين هي موجودة في هذه الأشكال أو الإكزامبلز. فعندنا هنا كمثال عندنا سدة كونكريتية، كونكريت دام، تحتجز الماء هنا بالفرونت سايد، هذا نسميه هذا الجزء اللي هو upstream reservoir، وعندي هذا الجزء اللي هو بالتيل يكون downstream reservoir. والفرق ما بين الطاقة أو الخسارة بالطاقة ما بين الأبستريم والداونستريم نلاحظها هي H. فتلاحظون الجريان تنجبر حبيبات الماء أو مسار الماء ينجبر أنه يكون يجري بمحاذاة البيس مال الدام، لأنه هذا جزء impermeable، يعني ما يقدر يخترق الدام المي بهذا الاتجاه، وإنما يكون بشكل خطوط جريان مثل ما نلاحظ أفقية، ومع وجود equipotential lines أو خطوط متساوية الطاقة، طبعا متساوية الطاقة للخط الواحد تكون بهذا الشكل عمودية حتى تشكل شبكة. كذلك نلاحظ هنا أكو impervious layer sometimes، يعني الجريان يكون خلال الطبقات التربة النفاذة، بس بعض الأحيان يكون عندي طبقة غير نفاذة فما تسمح للماء أنه يخترقها، فيكون الجريان ينجبر بهذا الاتجاه. طبعا الجزء الثاني أيضا الأمثلة الأخرى اللي هي الشيت بايل وول. شيت بايل وول عادة إحنا ننشئ في حالة يكون عندنا نحتاج إلى سبورت للإكسكافيشن، فكذلك يحتجز الماء بجزء الفرونت سايد، هذا نسميه الريزيفوار اللي هو upstream، وبال behind the sheet pile عندنا downstream. وكذلك احنا مثل ما نعرف المي راح يجي ينتقل من هذا الجزء بمحاذاة الشيت بايل، لان ما يقدر يخترق بهذا الشكل فتكون عندي فلونت، فيجي الماء يتخذ هذه المسارات flow lines بمحاذاة الشيت بايل. وكذلك عندي ايضا اذا كان عندي طبقة غير نفاذة impervious layer، فالماي ايضا ما يقدر ينفذ من خلالها فيمشي بهذا الشكل، هو الجزء الافقي. وايضا كذلك عندنا equipotential lines مثل ما قلنا حتى تشكل شبكة او فلونت. مثال اخر ايضا عندنا الكوفر دام. الكوفر دام عادة هو يسموه water tight enclosure، هذا يستفاد من حتى تسمح لعملية construction work below the water level، عندما عندي عملية إنشائية يعني construction، فأنا يعني هذا المنظومة يسمى cover dam، فنسيطر على الماء هنا حتى ما يزعجنا بعملية construction ونحدده ك water tight enclosure. فيكون عندي sheet pile 1 وsheet pile 2، مثل ما نلاحظ الماء دي يجي من الأبستريم للداونستريم بهذا الشكل، يتخذ هاي المسارات الأفقية، وكذلك عندي الأكوبوتينشال لاينز. عندي مثال آخر اللي هو السدة الترابية أو الأيرث دام، تلاحظون الجريان أو الخطوط دي تجري خلالها لأن هي نفاذة، طبقة نفاذة، وتحتها يكون طبقة غير نفاذة اللي هي مثلا بيدروك فلنفرض، فيجي الجريان الماء من الأبستريم وخلالها إلى الداونستريم، وطبعا ما يقدر ينفذ الماء من خلال الطبقات الغير نفاذة. نعم، الآن نتكلم عن الـ purposes of studying the flow in two dimension، الأهداف اللي تخلينا ندرس الفلو باتجاهين حتى نحدد قيمة أو amount of seepage الجريان لكل متر طول من السدة الكونكريتية أو السدة الترابية أو الشيت بايل، بمعنى نحصل الريت أوف فلو اللي وحداته وحدات تصريف بير متر، يعني متر مكعب بير مثلا سكند بير متر لكل متر طول داخل من الدم.
اللي يكون باتجاه العمودي على الشاشة. كذلك نحتاج نعرف الـ pressure distribution أو مقدار الـ pore water pressure في نقاط معينة، خاصة في النقاط اللي تكون at the base of concrete dam مثلا. هذه حتى نعرف إيش قد قيمة الـ pore water pressure، إيش قد الـ uplift pressure اللي يصير. أكو نقاط محددة ممكن إنه يرتفع بها الـ pore water pressure ويسبب لي مشاكل، مثلا مشاكل الـ boiling مثل ما قلنا. فحتى كذلك نشيك الستيبوليتي اجينست بايبينج اور بويلينج اللي عرفناه هو اللي عندما ترتفع قيمه البور ووتر بريشر في نقطه معينه ويؤدي الى ان يكون الافكتيف ستريس في تلك النقطه مساوي للصفر، حيكون عندي حاله البويلينج. فلازم ايضا نشيك الفاكتور اوف سيفتي اجينست بويلينج. كذلك نحتاج حتى نشيك قراءات البيزوميتر ليفلز فور سيلكتد بوينت، وهذه طبعا كانما مونيتورينج، نسوي عمليه المراقبه لقيمه البور ووتر بريشر او لشحنات الضغط في نقاط معينه تحت الكونكريت دام، وذلك لمراقبه يعني اي زياده حاصله في مقدار الضغط. فالسمري للمين بوينتس، طبعا راح ندخل بالنقاط الاساسيه للتو دايمنشنال فلو، اللي مثل ما تعرفون ما عندنا وقت انه ندخل بالاشتقاق للقانون، بس نوضح النقاط الاساسيه البيسك للموضوع. طبعا اللي يحكم الستدي ستيت فلو بالتو دايمنشنال فلو معادله لابلاس. لابلاس ايكويشن هي المعادله اللي اشتقينا من عندها معادله الجريان باتجاهين. The solution is represented by two families of curves. طبعا عندنا حلول هذه المعادلة ممكن أن نمثلها ب two sets or two families من المنحنيات curves، اللي هي أولا ال equipotential lines. Equipotential lines تمثل الخطوط اللي يتساوى بها قيمة total head، يعني هذا الخط اللي أي نقطة من على هذا الخط واقع عليه تمتلك نفس قيمة التوتال هيد. الفلو لاينز هي تمثل family of rate of flow between two adjacent flow lines. الفلو لاينز هي خطوط الجريان الأفقية اللي هي تمتد من ال upstream إلى ال downstream. زين. The intersection of the two lines is represented by flow net. طبعا هذني اللاينز، هذا اللاين اللي هو الخطوط اللي متساوية بالطاقة، اللي هي غالبا تكون خطوط يعني عمودية، خلينا نقول او كيرفز عمودية، مع الخطوط اللي هي تمثل الفلو لاينز اللي هي تكون غالبا خطوط افقية تحت الدام او تحت الشيت بايل او تحت الكوفر دام. هذول النقطة الالتقاء ما بين هذني الـ two sets of lines حتمثل لي، يجب أن تكون أولاً هاي الخطوط متعامدة بالرسم، لازم تكون الزاوية الالتقاء ما بين هذين الخطين زاوية 90 درجة، وراح تشكل لي flow net. flow net يعني شبكة جريان متكونة من elements، من عناصر تكون أو مربعات اللي هي square elements. each element is a curvilinear square. طبعا شكل الelement هو يكون square وليس square خطي، وانما يكون curvilinear يعني بشكل curve. with dimension لازم يكون يتحقق لي الشرط برسم الشبكة، شبكة الفلو، ان تكون قيمة البي اللي هو ال width of the element على length of the element، يعني عرض الإلمنت إلى طوله، يجب أن تكون مقاربة للواحد حتى يتحقق لي شرط السكوير، يعني أقرب ما يكون إلى الواحد، يعني كأنما قيمة B مساوية لقيمة L. هاي يجب أن نتبع هذا الشرط خلال إنشاء أي شبكة جريان. أوكي. النقطة الخامسة، the rate of flow is expressed per meter length. يعني مقدار معدل الجريان
تحت السدة الترابية أو تحت الشيت بايل، هو مقاس لكل متر طول، متر طول للسدة الترابية أو للشيت بايل، يعني الجزء اللي يكون متعامد ويا الشاشة، يعني العمودي على الشاشة اللي هو المتر طول. وإذا أعطيناكم بالسؤال مثلا طول السدة الترابية حتى نحصل معدل الجريان نضرب في الطول، إذا ما معطاه بالسؤال فقط بير متر، يعني كل متر طول حيكون قيمة الجريان كالتالي، اللي هو الكيو تساوي كي اللي هو معامل النفاذية، إذا تتذكروا coefficient of permeability واللي وحداته تساوي وحدات السرعة، مضروبة في الH. الH هو يمثل، طبعا هنا H small أو H capital، بس يعني لا تخربطون ما بيناتهم، هو نفس القيمة، هي total head difference between the first and last equipotential lines، تمثل مقدار الـ difference أو الفرق ما بين قيمة total head بين أول خط equipotential وآخر خط equipotential، يعني كأنما الفرق ما بين سطحي الـ upstream والـ downstream اللي هو in front of and behind الـ sheet pile أو السدة الترابية مثلا أو السدة الكونكريتية. فإذا هذا يمثل الخسارة بالطاقة خلال الانتقال من الأبستريم للداونستريم. أما الـ NF هنا شو تمثل؟ تمثل الـ number of flow channels، هي عدد قنوات الجريان، سنوضحها إن شاء الله بالرسم. والـ ND هي تمثل number of drops اللي هي مقدار اللي دي يصير هو الخسارة في الطاقة، مقدار الخسارة بالطاقة بالانتقال من الأبستريم للداونستريم، أو النمبر أوف دروبس اللي دا تصير هي الإكوبوتينشال دروبس، إيش قد مقدار الخسارة لكل مستوى طاقة انتقال من مستوى إلى آخر. طبعا هنا أنا راح نشرح شلون نرسم الفلونت، وهي الخطوات الأساسية من يكون عندي مثلا كونكريت دام وعندي مثلا هنا أبستريم وهنا عندي الداونستريم، هنا عندي هذه التربة اللي تحتها تكون بيرمابل ممكن انه المي يجري من خلالها، وعندي طبقة هي تحتها مثلا خلينا نقول بيدروك او طبقة غير نفاذة هي امبيرمابل. شلون راح نرسم الفلونت لها؟ The first step، أول خطوة حتى نرسم أول خط جريان اللي هو أول flow line ممكن أن نرسمه، راح نتبع بعض ال boundary conditions، يعني أكو فد شروط الحدود ممكن أن نتبعها حتى تساعدنا أنه نلقي ال position، المكان الخاص لل first flow line، وهذا يتمثل بالتالي. أولا for buried structures أو buried surface اللي هو بمعنى ال base of the dam، إذا عندنا هذه ال base of the dam قاعدة السدة، هذه قاعدة مال السدة، وال sheet pile إذا كان عندي هنا مثلا sheet pile تحتها، هاي قاعدة السدة والشيت بايل، هذول شي يمثلون which are flow lines، نعتبرها أول خط flow line، أول خط flow line. ليش أول خط flow line؟ لأنه الووتر ما يقدر ينفذ أو يخترق السيرفس مال الدام أو الشيت بايل، فيضطر الووتر ينتقل من الأبستريم، يعني اتجاه المي راح يكون محاذي للبوتم اوف او القاعده مال الدام، وينتقل ايضا عبر الشيت بايل ما يقدر يخترقها، وينتقل بهذا الشكل الى الداون ستريم. فهذا اتفقنا هذا اول خط للفلو لاين. The junction between permeable and impermeable material ممكن ان نعتبره فلو لاين، يعني هاي نقطة أو هذا السطح البيني اللي يكون ما بين البيرمابل ماتيريال، اللي هاي هنا التربة تكون بيرمابل نفاذة، والجزء اللي يكون امبيرمابل يعني اللي يكون غير نفاذ،
هذا الجزء السطح البيني ما بيناتهم، لأن المي ما يقدر يخترقه، ما يقدر يمشي بهذا الشكل، فراح يكون يمشي بمحاذاته. فهذا الخط الفلو لاين هو آخر خط فلو لاين. إذا اتفقنا أول فلو لاين هذا يمثل اللي هو بمحاذاة قاعدة الدم والشيت بايل، وآخر فلو لاين هو حيمثل لي النقطة أو سطح البيني ما بين الطبقة التربة النفاذة والطبقة الغير نفاذة. شو وقت نعتبر الطبقة هذه impermeable؟ من يكون قيمة الـ coefficient of permeability هو بمقدار 1/10 يعني 1/10 أو أقل من قيمة الـ permeability للماتيريال اللي هي نفاذة. يعني هاي القيمة اللي هنا تكون قيمة الـ permeability مالتها والـ coefficient of permeability هو أقل أو مساوي إلى 1/10 من قيمة الـ permeability للطبقة النفاذة، نقدر نعتبرها طبقة impermeable. زين، فهسه حددنا أول خط وآخر خط جريان. The horizontal ground surface on each side of the dam نقدر نعتبرها equipotential lines. يعني ال horizontal ground surface السطح التربة أو سطح السطح هذا الأفقي اللي هو على الجانب مثل ما نلاحظ الأيسر هنا وعلى الجانب الأيمن من الدام، هذا نعتبره equipotential line. equipotential line يعني شنو معناه؟ هذا الخط خط اللي يكون فيه كل النقاط الواقع على الخط تمتلك نفس ال total head. أوكي زين، هسه اتفقنا، هسه عرفنا ال first flow line واللاست فلو لاين والاكوبوتنشال لاينز. ذني زين، ذا بروسيجر لرسم الفلو نت حيكون كالتالي. اول خطوه ستيب اي هنا حتى نجي نرسم الفيرست فلو لاين، يعني الفيرست فلو لاين بعد هذا الخط المحاذي. فيرست فلو لاين نرسمه حتى شو نسوي؟ حتى ننشئ أول flow channel، لأنه باعتبار هذا الخط مثل ما اتفقنا هذا الخط هنا بمحاذاة القاعدة مالت الدام والشيت بايل، هذا خط أول وهذا كأنما هو الخط الأول أو الثاني خلينا نعتبره بالرسم هنا. فيكون هنا هذه ال channel، شو وقت تكون عندنا flow channel؟ هي القناة اللي تكون موجودة ما بين خطي flow line، هذا الخط الأول والخط الثاني، فشكلنا أول flow channel. الخطوة اللي بعدها راح نيجي نقسم هاي flow channel ونرسم خطوط equipotential lines هذني. بس هاي الخطوط لازم من نجي نرسمها أولا تكون curvilinear، تكون خطوط أو بشكل curve. ثانيا تكون نقاط الاتصال او الالتقاء ويا الفلو لاينز تكون متعامده يعني 90 درجه. فنجي نرسم نقسمها، نحاول نقسمها الى مربعات شكلها مربع، يعني قيمه البي على ال تكون مقاربه للواحد، ونحاول نقسمها حتى نحقق هذا الشرط اللي هو البي يقارب ال للسكوير، فتكون عندنا سكويرز. ونحاول نمد هذه، تلاحظون الكوبوتينشال لاينز، حتى ممكن ان ننشئ مرة اخرى او نرسم another flow line وهمين امد هاي الخطوط، ولكن نقطة الالتقاء لازم احافظ على الزاوية تكون 90 درجة متعامدة، واحافظ انه تكون عندي سكويرز يعني قيمة البي على ال يكون مساوية للواحد. فنسقط مثل ما قلنا هاي نقطة، سقطنا قيم الإكوبوتينشال for the first flow line ورسمنا السكند flow line هنا. طبعا هنا with compasses رسمنا the position of the next flow line حددنا، طبعا هذا مقاس، طبعا غالبا ما نرسمه الى مقياس رسم يعني ما يكون اعتباطا، لازم نتخذ مقياس رسم هنا.
So draw this line ويكون رسمة لازم يكون مثل smooth curve. Smooth curve. Okay. وبذلك راح نكمل رسم المربعات. تكون لازم نحافظ على هاي المربعات حتى نكون flow channel جديدة. فهذه اللي راح تلاحظون أول flow channel، هذه الثاني flow channel. بعدين راح نجي أيضا نسقط الإكويبوتنشال، ننزلها وتكون بخطوط مثل ما قلنا نقاط الالتقاء ويا الفلو لاين تكون متعامدة، ونكمل البروسيجر حتى أنه نكمل الفلو نت تكون كاملة بهذا الشكل. طبعا حتى نشتق قيمة الريت اوف فلو اندر دام أو for two dimensional flow راح نرجع لقانون دارسي إذا تتذكروا اللي شرحناه بال one dimensional flow. قيمة الفلو أو الديسشارج أو الريت اوف فلو يساوي ال KIA. K هو ال coefficient of permeability، ال I ال hydraulic gradient، ال A هو مساحة مقطع التربة. فلو نجي هنا طلاب لو ناخذ flow channel وحدة، تعرفون الفلو channel هذه اللي هي تكون المساحة الموجودة ما بين الشنل الموجودة ما بين خطين خطي جريان. فلو نجي نطبقه دلتا كيو هو يمثل مقدار الفلو ريت فور وان شنل، فور وان فلو شنل. فالاريا مثل ما نعرف انتو تعرفون هنا بما انه الفلو دي يصير بهذا الاتجاه متعامد، فالمساحة المتعامدة عليه هي البي، هذا الجزء هو بي، بي مضروبة في واحد متر داخل عمودي على اتجاه الشاشة لكل واحد متر طول. فبي في واحد هذه المساحة مضروبة في الكي مضروبة في دلتا اتش توتال مقدار الخسارة بالطاقة على طول الالمنت، طول الالمنت اللي هو يكون هذا الجزء. زين هسه لو نجي ناخذ شنو معنى الخساره بالطاقه دلتا اتش توتال، شو تساوي لي؟ تساوي لي قيمه الفرق الهيد ديفرنس بين الاب ستريم والداون ستريم، يعني ايش قد الفرق ما بين سطحي الاب ستريم والداون ستريم اللي هو هذا يمثل الاتش، مقدار الخساره الكليه خليناه كابيتال لتر حتى تعرفون مقدار الخساره الكليه، على النمبر اوف دروبس. Number of drops شي يمثل لي يعني عدد المربعات اللي ننتقل بيها من الأبستريم إلى الداونستريم، يعني قد عدد المربعات هنا يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مثلا. فهذا ايش حيطلع لي لو قسمت المقدار الخسارة الكلية أو مقدار فرق الطاقة على عدد المربعات؟ راح يطلع لي دلتا اتش توتال مقدار الخسارة بكل مربع الواحد، حيتوزع على عدد المربعات فنطلع مقدار الخسارة للمربع الواحد. إذن دلتا كيو نرجع نعوض بالقانون البي، نجيب ال هنا تحتها بي على ال في الكي، ونرجع هنا دلتا اتش توتال نخليها هنا هي الهيد ديفرنس بين اب ستريم وداون ستريم على النمبر اوف دروبس، عدد المربعات هاي الأفقية. ومثل ما عرفنا حتى لانه حتى تكون عندي فلونت صحيحه يجب ان تكون قيمه عرض السكوير ويا طول السكوير متساوي حتى يحقق لي صحيح سكوير، فهذه كانما نسبه واحد. فيتبقى لي من القانون كي في الاتش على ان دي، هذه فور وان شانل. زين اذا عندي إيش قد إيش كم channels مثلاً هنا لو نشوف 1 2 3 4 إذا عندي 4 channels شون؟ فنفرض مثلاً ال number of channels هي number of flow channels NF، هذا هو الرمز يمثل لي عدد قنوات الجريان. نجي هسه نطبق القانون، شي مثل الكيو هو دلتا كيو يعني مقدار الفلوريت للشانل الوحدة مضروبة في عدد الشانلز
دلتا كيو في ان اف، فيصير عندي كي اتش في النمبر اوف فلو شانلز على نمبر اوف دروبس، عدد المربعات. طبعا الاتش مثل ما نعرف هي تمثل الديفرنس ان ووتر ليفل ما بين الاب ستريم والداون ستريم. طبعا راح نجيب الاكزامبل الاول حتى نوضح شلون نحل مسائل الجريان باتجاهين. طبعا مثل ما تلاحظون هنا أنا بالشكل، عندي هذه سدة كونكريتية كونكريت دام، عندي هذا الجزء هذا ليفل مال المي بالاب ستريم، وعندي هذا سطح الداون ستريم. فمثل ما نعرف الفرق ما بين السطح الاب ستريم والداون ستريم هو يمثل اتش هذا البعد. لو تلاحظون هنا احنا طبعا منطيكم الفلونات مرسومة، رسمناها مثل القاعدة اللي حكيناها بالسلايدز السابقة، انه نقسمها اول شيء نرسم فلو لاين، بعدين اكوبوتنشلز، بعدين نقطة الالتقاء تكون متعامدة وهكذا، والمربعات تكون البي اوفر ال لازم تكون واحد تقريبا وهكذا. فهنا حتى نتعلم شلون نطبق قانون الفلو، مثل ما تعرفون هنا الكيو هو شيء يمثل لي كي، هذا القانون العام كي معامل النفاذية، في الاتش اللي هي المسافة اللي هي تمثل الارتفاع من سطح مي الاب ستريم لسطح مي الداون ستريم. زين نمبر اوف فلو شانلز هنا حتى احسبها، نمبر اوف فلو شانلز شلون نحسبها؟ هذه وحدة، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هذه اربعة، فالرقم اربعة. نمبر اوف دروبس هي عدد المربعات، يعني نحسب هنا أنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهكذا لحد الاثناش، فعدي number of drops 12. فلازم بالبداية أحدد number of flow channels و number of drops حتى رأسا أعوضها بالقانون. طبعا وحدات هذا ال rate of flow راح يكون عندي وحداتها متر مكعب per second per meter per meter length، يعني شقد طول الدام اللي هو متعامد على الشاشة، يعني بهذا الاتجاه الآخر مو بالإكس واي بالزت الداخل. فيعني أريد أنوه الطلاب إنه مو يمثل هذا عرض الدام، يعني مرات ننطيكم هذا الجزء هاي المسافة، هذا مو طول الدام، طول الدام هو الداخل اللي هو متعامد مع الشاشة باتجاه العمودي على الشاشة. وإذا وفرنا لكم طول الدام ممكن نضرب الكيو في طول الدام حتى يطلع لي متر مكعب بير مثلا وحدة وقت بير سكند بير يير وهكذا. زين عندنا عامل آخر يجب أن نشيكه مرات ونحتاج نشيكه دائما، هو الفاكتور اوف سيفتي اجينست بويلينج، إيش قد قيمة الفاكتور اوف سيفتي ضد الغليان أو ظاهرة الفوران اللي احنا اخذنا القانون مالتها بالمحاضرات السابقة اللي هي الاي كريتيكال على الاي اي. اي كريتيكال مثل ما نعرف هو يمثل جاما سبميرجد اللي هي جاما ساتوريتد ناقص جاما ووتر على جاما ووتر. الاي اي شو تمثل؟ هو الدلتا اتش على ال. زين شلون نحسبها هنا هذه الدلتا اتش على ال؟ ملاحظة هنا ناخذ الفاكتور اوف سيفتي عند اصغر مربع في الاوتلت، يعني اصغر مربع يكون عندي هو الحالة اللي هي أسوأ حالة يمكن يحصل فيه. فأصغر مربع وين نشوفه هنا؟ هذا أصغر مربع اللي تلاحظون بالرسم بالأوتلت بنقطة الخروج. ليش؟ لأن تعرفون الدلتا H over L هذا شيء يمثل الآي، مو صحيح؟ من تكون الL صغيرة راح تكون الآي كبيرة، فمن تكون الآي كبيرة هنا راح الفاكتور of safety قل، وراح نكون في حالة قريب من حالة الفشل. فأسوأ حالة هي في منطقة الخروج. وممكن طلاب نقدر نستخدم مقياس رسم، يعني إذا جبنا لك السؤال مثلا بمقياس رسم محدد ممكن تقيس الـL أو ممكن أن نعطي إحنا الـL في السؤال حتى تعرف تحسب قيمة الـ IE هنا. تلاحظون هنا ايضا عندنا هنا بهذا الجزء الاخر هنا عندنا كونكريت دام، وخلينا ناخذ مثلا كمثال شلون نحسب الفلو شانل.
هذه فلو شانل وحده، هذه واحد، هذه اثنين، هاي ثلاثة، هذه أربعة. فنمبر أوف فلو شانل هي أربعة، نمبر أوف دروبس نحسب عدد المربعات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14. ومقدار ال H هنا بالأرقام خلينا نحكيها، هي من سطح مي الأب ستريم إلى سطح مي الداون ستريم، يعني قد قيمتها يعني 10 ناقصا 1.7، فيطلع لي قيمة ال H الخسارة الكلية خلال الانتقال بالجريان أسفل الكونكريت دام. طبعا المثال الآخر، flow net for around a single row of sheet piles in a permeable soil layer is shown in the figure below. طبعا بالصفحة الأخرى منطيني قيمة الكي 5 × 10⁻³ سم/s. المطلوب الأول، مطلب الأول عفوا، how high above the ground surface will the water rise، إيش قد ارتفاع فوق سطح الأرض سطح التربة أنه المي ممكن أن يرتفع في البيزوميتر. if piezometers are placed at points، يعني إذا خلينا piezometers في نقاط A و B و C و D، موجودة طبعا هاي النقاط على الرسم. مطلب الثاني يريد من عندك ال rate of seepage، يعني rate of flow under sheet pile. نعم، بالنسبة لل example هذا لو تلاحظون طلاب، عندنا هنا sheet pile وعندنا هنا ال upstream وهنا عندنا ال downstream وعندنا هذه ال flow net. يريد من عندي حساب قيمة ال piezometer readings في النقاط A و B و C و D، وكذلك يريد من عندي بالسؤال rate of flow Q لكل متر طول من الشيت بايل، متر طول اللي هو متعامد مع اتجاه يعني الشاشة. أول ما نبدي هنا السؤال، بالنسبة عندنا لل بالنسبة ل number of flow channels هي مثل ما عرفنا هي 1 2 3. بالنسبة ل number of drops هي عدد المربعات الخسارة بالطاقة، هي 1 2 3 4 5 و6، هنا مؤشرة. زين، حتى نطلع الدلتا اتش الخسارة في كل مربع، يعني نوزع الخسارة الكلية اللي نتجت من خلال الجريان من منطقة الاب ستريم خلال هذا الجزء الى الداون ستريم، الخسارة الكلية مقسمة لازم تتقسم على عدد المربعات. فمقدار الخسارة لكل مربع، الخسارة بالطاقة للمربع الواحد بالتوتال هي تساوي هي قيمة ال H capital اللي هي مثل ما قلنا الفرق ما بين ال level مال upstream وال downstream اللي هو 5 ناقصا 1.67، على number of drops عدد المربعات بالخسارة بالطاقة يعني اللي هي 6. فطلعنا الخسارة للمربع الواحد اللي هو 0.555 متر. زين، هسا نجي نحسب التوتال هيد في نقطة A، شو تمثل؟ لازم نعرف التوتال هيد بهذه النقطة، نقطة الجراوند سيرفيس. ومثل ما عرفنا نجي احنا نحسب التوتال هيد على سطح الريزيفوار اللي هو الحوض او الريزيفوار او الابستريم. هنا مثل ما نعرف على سطح ال HP يساوي صفر، فال elevation head تساوي total head، وباعتبار انه هذا الجزء هو الداتوم فالارتفاع هنا حيكون عندي 15. اوكي، فالtotal head تساوي elevation head وتساوي 15. اذا انتقلنا هنا الى هذه النقطة على سطح التربة، نقطة الالتقاء ما بين سطح التربة وما بين ال upstream water، لو لاحظ هنا أنا ماكو خسارة بالطاقة، فالتوتال هيد بهاي النقطة هي نفسها تبقى 15. فإذا التوتال هيد في نقطة A اللي هي صايرة هنا أنا بالانترسكشن لو تلاحظون ما بين هذا الفلو لاين وهذا الاكوبوتنشال لاين، فالتوتال هيد في نقطة A شو تساوي؟ نساوي إنه 15 ناقصا مربع واحد، هذا المربع الخسارة بمربع واحد اللي هو 1 في 0.555،
وتساوي 14.445 متر. أما بالنسبة للتوتال هيد في نقطة بي اللي صايرة هنا بالضبط بهذه النقطة، شو تمثل؟ تمثل أيضا التوتال هيد هنا بهذه النقطة اللي هو 15 ناقصا مقدار الخسارة حتى الوصول إلى نقطة بي، يعني إيش كم مربع؟ 1 2. فإذا هي 15 ناقصا مربعين في مقدار الخسارة للمربع الواحد 0.555 يطلع لي 13.89 متر. أما بالنسبة لنقطة سي اللي صايرة هنا بهذا الجزء بالإنترسكشن وبنقطة دي، لو نلاحظ نقطة سي ونقطة دي واقع على نفس الإكوبوتنشال لاين، إحنا اتفقنا هذا الجزء هو إكوبوتنشال لاين، والإكوبوتنشال لاين أي نقطة تقع عليه تتساوى في التوتال هيد. فإذا التوتال هيد في نقطة سي تساوي التوتال هيد في نقطة دي وتساوي 15. حتى ننتقل إلى نقطة سي أو نقطة دي يحتاج لنا انتقال إيش كم مربع؟ 1 2 3 4 5. فإذا 15 ناقصا 5 في 0.555 الخسارة للمربع الواحد وتطلع لي 12.225 متر. هسه طلعنا التوتال هيد في النقاط المطلوبة، هسه نريد من عندنا بالسؤال البيزوميتر ريدينج ات بوينت اي وبي وسي ودي، ايش قد قراءة البيزوميتر وما يرتفع عن سطح الجراوند سيرفيس، يعني مو بس قراءة البيزوميتر، ايش قد يرتفع الماء بالبيزوميتر فوق الجراوند سيرفيس. يعني تخيلوا احنا عندنا هنا بيزوميتر انسيرتد بهاي النقطة، القراءة ال HP لازم أطرحها من شقد الجزء اللي هو يعني حتى أوصل للجراوند سيرفيس. فلو نجي بنقطة A، إحنا نعرف التوتال هيد بنقطة A هو 14.445 متر. لو نريد نحسب ال HP قراءة البيزوميتر في نقطة A، لو نلاحظ إيش تطرح منها، نعتبر لو نلاحظ تقريبا هي صارت في الوسط، يعني هنا 5 أمتار وهنا 5 أمتار. الإليفيشن هيد لنقطة A هي تقريبا 5 أمتار، مو صحيح؟ أوكي؟ فنجي نقول 14.445 ناقص 5 يطلع لي البرجر هيد. طبعا هذا البرجر هيد هو يريد القراءة شقد الجزء الطالع الزايد من الجراوند سيرفيس، لازم أضطر أنقص الخمسة الأخرى، فبالتالي راح أنقص 10. فمقدار الشحنة الكلية ناقص 10 يطلع لي 4.445 متر above، القراءة above the ground surface. أما بالنسبة لنقطة B نفس الحالة، هي total head اللي طلعناها 13.89 ناقصا، إذا أطلع أنقصها من ال elevation head حيطلع لي pressure head هنا، لازم أني وين أوصل للground surface، إيش قد المتبقي للground surface، فأطرح ال 7.5 الإضافية، هنا كانت 2.5 تقريبا الإليفيشن هيد، وهنا حتى أوصل للسيرفيس تقريبا 7.5، فأطرح 10 كاملة، فتطلع لي الجزء المتبقي above the surface ارتفاع الماء above the surface هي 3.89 متر. أما البيزوميتر ريدينج بنقطة C أو نقطة D هي نفس الشيء، هم أيضا إحنا قلنا البيزوميتر ريدينج هي H total ناقصا H elevation، فيطلع لي ارتفاع البيزومي ارتفاع الماء بالبيزوميتر ككل. زين هاي يطلع لي ال HP، بعدين انقص هذا الجزء حتى اوصل للجراوند سيرفيس هم انقص 10 طلاب، ونفس الحاله ذات عملت ويدي هم انقص 10، فناقصا 10 12.225 ناقص 10 يطلع لي 2.25 متر above the surface ارتفاع الماء فوق سطح التربه جراوند سيرفيس. اما في حساب الكيو اللي هو الريت اوف فلو تساوي الكي اللي معطى بالسؤال اللي هو 5 في 10 اس ماينس 5 متر بير سكند في قيمة الاتش كابيتال، هو مقدار الفرق ما بين الارتفاع الاب ستريم والداون ستريم، يعني 5 ناقصا 1.67 هذا جزء اتش كابيتال في نمبر اوف فلو شانلز اللي هي مثل ما عرفنا 3 على نمبر اوف دروبس اللي هي 6، فيطلع لي 8.325 في 10 اس ماينس 5 متر مكعب بير سكند لكل متر طول من الشيت بايل، طول الداخل للشيت بايل. نعم ننتقل لـ example 3، a deposit of cohesionless soil
مثل ما لاحظ بالشكل هنا. وذا بيرمابيليتي يعني كوفيشنت اوف بيرمابيليتي قيمته 3 في 10 اس ماينس 2 سنتيمتر بير سكند. has a depth of 10 meter يعني الدبث مال هذه الطبقه 10 meter with an impervious edge below هذه impervious layer موجوده هنا ما تعبر مي. sheet pile wall is driven into deposit to a depth of 7.5 meter وهذا الوول ايضا extended امتد بمقدار 2.5 متر above the surface of the soil and 2.5 متر of water acts on one side. هنا أنا عندي ارتفاع المي بجهة واحدة قيمته 2.5 متر. determine the seepage quantity per meter length of the wall حتى نطلع السيبج كوانتيتي. هنا طلاب اول شيء القانون هو K في ال H capital في number of flow channels على number of drops. فالK هنا أنا عندي قيمتها 3 في 10 أس ماينس 2 واضربها في 10 أس ماينس 2 أخرى حتى حولها من السنتيمتر per second إلى متر per second. أوكي مضروبة هنا في ال H. ال H هنا طبعا عندي ارتفاع قيمته 2.5 متر في الـ number of flow channels مثل ما تشوفون هنا 1 2 3 4 على الـ number of drops اللي هي هنا مثل ما تلاحظون من 1 إلى 14 يعني 14 فيطلع لي هنا القيمة الـ Q طبعا تساوي 2.143 في 10 أس ماينس 4 متر مكعب per second per meter run لكل متر run يعني لكل متر طول متعامد ويا اتجاه الشاشة هنا وبعدين يمكن أن نحوله إلى الملي لتر كما واضح هنا بالمثال. سؤال الأخير المتبقي من هذه المحاضرة. For the flow net shown below includes sheet pile cut off wall located at the head water side of the dam in order to reduce the seepage loss. طبعا هنا عندنا الشيت بايل كات اوف وهنا موجوده بهذا الجزء حتى تقلل من السيبج لوس. اوكي ذا دام از هالف كيلومتر ان لينث اعطيني الطول مال الدام اللي هو متعامد ويا اتجاه الشاشه قيمته نصف كيلومتر. and the permeability of the silty sand stratum اعطيني قيمه البيرمابيلتي ب 3 سنتيم بير سكند. يريد من عندي total seepage loss under the dam in liters per year. طبعا أول خطوة notice that قيمة الدلتا H هنا تلاحظون إيش قد اللي هي تمثل H capital بالحقيقة زين اللي هي تمثل الارتفاع ما بين upstream والdownstream هي قيمتها 6 أمتار. number of flow channels اللي هي 1 2 3 مثل ما نشوف. number of drops اللي هي عدد المربعات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ومثل ما نعرف قيمة ال Q هي K في ال H أو الدلتا H هي نفسها هذه ال H capital في number of flow channels على number of drops. نعوض القيم مع ملاحظة إنه نحول هنا السنتيم نحوله للمتر حتى نجانس الوحدات فتكون الوحدات متر مكعب per second per meter بما أنه لكل متر طول بما أنه منطيني طول ال أو الطول الداخل للدام طبعا دي يقصد هنا طول الداخل للدام طول الدام هو 500 متر وايد يعني هو 5 كيلومتر عفوا نصف كيلومتر يعني يعني 500 متر زين فبذلك تكون توتال كيو يعني متر مكعب هنا يريدها بوحدات ال بير يير letters per year راح تكون نضرب الطول هذا 500 متر في قيمة اللي طلعناه هنا هذا الجزء 6.3 في 10 أس ماينس 4 متر مكعب per second. طبعا نجي هنا نحول المتر المكعب هو يحوي على 1000 letters والسكند حتى حولها للير طبعا هاي جاية من 60 في 60 في 24 في 365 فيطلع هذا الرقم حتى نحوله للير فيطلع عندي 100 مليون
letters per year. الشق الثاني من السؤال, would the dam be more stable, يعني ممكن الدام تكون ثابتة ومستقرة إذا حولنا الكات اوف وول وخليناه بهذا الجزء اللي هو بالتيل سايد ووتر سايد. طبعا الإجابة يقول no, placing the cut off wall at the toe بهذا الجزء إذا خليناها راح تسمح ب higher uplift hydrostatic pressure, راح تكون عندي قوة هيدروستاتيكية أو ضغط هيدروستاتيكي عالي هنا. uplift يعني يرفع هذا الجزء to develop beneath the dam, فوجودها بهذا الجزء هو أفضل يقلل من خسارة الطاقة. طبعا شكرا جزيلا لإصغائكم, وأتمنى إن شاء الله فاتكم الفيديو اليوم. شكرا جزيلا.